منذ قليل ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على الفنانة منى شلبي وبحوزتها 12 كيس من المرجوانة. إلقاء القبض على منى شلبي في مطار القاهرة لحيازتها للمخدرات. ضجة عارمة أثارتها الفنانة المصرية منى شلبي بعد انتشار أنباء تتحدث عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها أثناء عودتها من السفر من نيويورك وبحوزتها كمية كبيرة من المواد المخدرة. كشف أمرها عند خضوعها لإجراءات تفتيش المسافرين داخل جمارك مطار القاهرة وأثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية عثر في حقائبها على العقاقير المخدرة. هذا وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيساً من نبات الماريجوانا المخدر إضافة إلى حلويات وأصناف أخرى محشوة أيضاً بالماريجوانا، وتم التحفظ على الفنانة وتحرير مذكرة بالواقعة وجار التحقيق معها، وأمرت اللجنة الأمنية بالتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية. ومن المقرر أن تحال الفنانة المتهمة إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق فيما لم تخضع لأي تحقيقات من قبل رجال الجمارك، باعتبار أن قضايا المخدرات تعد من الدعاوى الجنائية التي تختص بسؤال المتهم والتحقيق معها فيها النيابة العامة بوصفها صاحبة الدعوى الجنائية.